لا تسرع ببطء شديد. حسنا التالي. مرحبا يا عامل المخزن، إنها آلة البذور التي تنتج 10 أطنان في الهكتار. يجب أن نحملها إلى المخزن قبل حلول الشتاء. يوجد لدينا الكثير من الذرة ومن الأرز أيضا. حسنا. سوف يكون لدينا ما يكفي من البذور. يا عامل الهاتف، أرجو منك أن تصلني بمخزن الحبوب حالاً. ألو، نعم، دكتور مايكروسكوب، إنه أنت؟ أنا شقيق عامل المخزن. أنت شقيقه، تهاني لك على الحصاد. أهلاً بك. أجل، سوف ترسل الفطر الذي نستطيع زرعه حتى في الشتاء؟ رائع. طلب مني عامل المخزن أن أرسل إليه الحبوب التي تم حصدها. أجل، لقد بنينا بيتا حارا جدا، أرجوك قم بإرسالها بأسرع وقت ممكن. حسنا، إلى اللقاء. إلى اللقاء. حسنا، سأخبره بالأخبار الجيدة الآن. ماذا قال؟ ألو، هل أقفل الخط؟ هل قال لي بيتا حارا؟ هل قال لي ذلك فعلا؟ اذهبي لمقابلة عامل المخزن، لابد أنهم لا يجدون زرع الفطر. قومي بعملك على أكمل وجه. فهمت، سأذهب في الحال. رافقتك السلامة، إلى اللقاء. إلى اللقاء. أخي، اتصلوا ليخبروني بأنهم سيرسلون لنا الفطر من المختبر، يقولون إن نوعيته جيدة جدا. فطر؟ لكن الفطر ينمو فقط في الشتاء. لقد فهمت، يريدون أن نبني منزلا حارا. مع الفطر ستصبح حديقتنا أجمل حديقة على وجه الأرض. أنت سعيد جدا، لكن هناك مشكلة في النوعية، فكل سنة نتعب كثيرا لتنمو جيدا. حسناً، يجب أن نتخلص منه بسرعة، الحبوب الجديدة ستصل عما قريب. حسناً، سأنقله إلى المخزن الخالي، أنت اذهب إلى المختبر لإحضار الفطر، وخذ 10 شاحنات كبيرة للمساعدة. حسناً. ما هي هذه البذور التي تحتاج إلى 10 شاحنات لنقلها؟ إنه فطر ينمو بشكل سريع، 10 شاحنات قد لا تكون كافية. أعتقد أن 2 أكثر من كافية. ابدأوا الانطلاق. إلى اللقاء. هل أنا على ما يرام؟ زئبقي، هل أنت بخير؟ احترسي أثناء القيادة. آسفة، كنت في عجلة من أمري، طلب مني الدكتور مايكروسكوب أن أتي بسرعة. دكتور مايكروسكوب، هذه رسالته لكما، تفضلا. أريني إياها. أرجو منكما أن تتساعدا على زراعة الفطر. الدكتور مايكروسكوب، هل تعنين أنك أحضرت الفطر معك إلى هنا؟ صحيح. هذا رائع، هيا أرجوكم لنرحب جميعا بقرقورة. لقد أتت إلى هنا. اسمي قارورة وليس قرقورة. وأجل، رحبوا جميعا بقارورة التي أحضرت لنا البذور. مهما كان نوع البذور، لدينا الكثير من الإنجازات التي نفتخر بها هنا. لقد أنتجنا 15 طنا من الذرة وعشرة من الأرز. وماذا أنجزت أنت؟ أنا؟ ما الذي تعنيه؟ أخبرينا، كم تزرعين في الهكتار الواحد؟ فهمت، حوالي 100 طن. ماذا؟ قلتي 100؟ لا أصدق. أخي، وجدت الزجاجات على الشاحنة فارغة. ماذا؟ أين هي البذور؟ حسناً، إنها هنا. هل تعنين أن البذور التي تنتج 100 طن كلها داخلك؟ دعيني أزينك. ماذا تفعل؟ ضعني أرضاً، أنزلني أرجوك. وزنها 300 جرام.
1300 جرام تستطيع إنتاج 100 طن. لا يمكنني زراعة 300 جرام في بيت حرارة كبير كالذي نملكه. من الأفضل أن تبدأي في الربيع. لا تهزأ بي، إذا أكملت هكذا فسأتهمك بأنك عديم المعرفة. ماذا هو عديم المعرفة؟ هل تعنين هذا حقا؟ أنت هي عديمة المعرفة. هذا يكفي، توقف. على عكس الذرة والأرز، يجب أن نبدأ بزراعة الفطريات الآن وليس في الربيع. علينا زرعها الآن. حسنا، الآن نقوم بذلك حتى في الشتاء. سوف أدعكم تستخدمون البيت الحار. انظري إلى هناك، إنه بيت مؤلف من هكتار واحد. هيا أريها البيت. هذه هي الكيميائية الزراعية والأسمدة، لدينا كل ما يلزم. هل رأيت بنفسك؟ ها؟ رائع، أنتم جاهزون حقا للزراعة. بالمناسبة أنا لا أحتاج إلى كل هذا، أنا أحتاج فقط إلى هذا المخزن. هل يعجبك هذا المخزن؟ أجل، جيد جدا، هيا بنا. هذا المخزن جيد جدا. حقا. استمع إلي الآن، سننقلها من هنا. لا داعي لذلك، دعوها هنا. ماذا؟ سأستخدمها. ماذا ستفعل بها يا ترى؟ كم هذا غريب. هيا ابدأوا بنقل الذرة إلى مكان آخر. هيا، ماذا تنتظرون؟ يا صديقي، الفطريات تحتاج إلى هذا النوع من الأشياء. لا أصدق ذلك. أنا أحاول أن أجدد زراعة الفطريات في هذا العالم. هذا لا يصدق، تجعل من نفسها منطوقة. الآن بعد أن أمنت كل مستلزماتك، المخزن، القمامة، أقصد أكواز الذرة وكل شيء، هل سينجح الأمر؟ سننجح، لقد حضرت باقي الأشياء، سنلتقي مجددا. يا ويلي، ما هذا؟ حسنا، اهدأوا اهدأوا قليلا. أخي، هل يمكن هذا؟ اقترب الشتاء، لكنها قالت إنها لا تحتاج إلى بيت حار أو مواد كيميائية ولا أسمدة، وستنتج 100 طن من الفطر. هل يوجد نبتة كهذه في العالم؟ إنه من الكائنات الحية. صحيح، شيء يشبه الدودة التي لا نستطيع رؤيتها بالعين المجردة. هذا رهيب. تحولت بأكملها إلى فطر. درجة الحرارة 20 درجة مئوية، الرطوبة 70، يجب أن أرفعها قليلا. أخي انظر، لا يسمح بالدخول. ألا يعني هذا أنه لا يمكننا الدخول؟ من يستطيع منعنا؟ ها؟ توقف عن ذلك الآن، لنذهب إلى المخزن. أعطيناها المخزن أيضا والآن لا تسمح لنا بالدخول. ها أنت مجددا؟ لماذا أحضرت المكانس إلى هنا؟ أعدها إلى حيث كانت. هيا أعدها. ما هذا؟ هناك يطلبون مني جلبها إلى هنا وأنت تقول لي خذها إلى هنا. ما هذه الفوضى؟ ألا يمكنك فعل ذلك بحذر أكبر؟ لماذا تلومونني ولا تلومون الميزان الكبير؟ مرحبا.
أرجو أن تتكرموا علي بقفل. حان وقت نمو الفطر، يجب أن لا يدخل أحد إلى المخزن. هل ستغلقين المخزن بالقفل؟ ألا تكفيك إشارة ممنوع الدخول؟ ها، أنت تختبرين صبري؟ توقف، هذا يكفي يا أخي، أعطيها قفلا الآن. هذا هو القفل. شكرا، شكرا جزيلا لكم، وإلى اللقاء. هذا مثير للغضب. مرحبا دكتور مايكروسكوب، كيف حالك؟ الفطر سيكون جاهزا خلال 3 أيام تقريبا. حقا، شكرا لك، أديت مهمتك على أكمل وجه. سأذهب إلى هناك لأرى الصحفيين. الصحفيون أيضا؟ إذن سأنتظرك. ترى يا أخي، إلى أين هي تذهب قبل أن تنجز عملها يا ترى؟ لا أصدق. ولماذا هي هادئة هذه الأيام؟ هل يجب أن ندخل بشكل سري؟ علينا أن نرى ماذا فعلت. حسنا. أقفلت الباب، لا أصدق ذلك. كم هي سريعة، لكن هناك طريقة. هيا تعال بسرعة. هاي أخي، يجب أن ندخل من هذه الفتحة. ماذا؟ ماذا قلت؟ من هذا؟ علينا الدخول من هنا. لا، لن أفعل هذا، هذا مخجل فعلا، لن أدخل من هنا، هذا أمر معيب. انتظرني هنا، فيجب أن أرى كيف ينمو الفطر. سأدخل الآن. كن حذرا. هذا أمر تافه. أنا لا أفهم شيئا، كيف يمكن للفطر أن ينمو هنا؟ هذا أمر غريب فعلا. أخي تعال هنا بسرعة. أجل، أنا آت. سآتي. هيا أسرع. ما؟ ما هذا؟ ما هذا؟ إنه عفن. ألا تعرف العفن؟ من أين أتى كل هذا؟ رائحة كريهة. لا أصدق هذا. انظر، انظر هذا وذاك أيضا، كل هذا عفن. يا ويلي، ما كل هذا العفن؟ وكل أكواز الذرة قد فسدت أيضا، هذا هو السبب. يا للهول. أخي تعال بسرعة، انظر ماذا يوجد داخل الزجاجات. هذا غريب، كيف يمكن للدكتور مايكروسكوب أن يرسل لنا مجنونة كهذه؟ ولماذا قامت بإغلاق الفتحة؟ ربما هي لم تكن تريد أن نرى ماذا كانت تفعل هنا على الإطلاق. لهذا قامت بإغلاق الباب أيضا، قارورة الكاذبة. لقد حولت المخزن إلى عالم من العفن وحاولت إخفاء الأمر. كما أنها أفسدت 100 طن من الذرة. أنا أخشى أن يفسد هذا العفن بذورنا. من فعل هذا بالفطر؟ هل تخلين هذا فطرا؟ أجيبي هيا. ماذا؟ أنت عديمة الفائدة، تسببت بكل هذا العفن، هل تعتقدين أن بإمكانك إنتاج 100 طن؟ هكذا هذا ينمو هراء. الفطر، صدقاني، هذا سيتحول إلى فطر. لا أصدق ذلك، كيف يمكن للعفن القذر أن يتحول إلى فطر؟ أجيبي هيا، أنا أنتظر. كن ساعد التذمر. اخرج من هنا فورا إلى الخارج. هيا، فأنا لا أريد التحدث إلى جاهلين. سوف ألقنها درسا الآن. إذا انتشر العفن فسيفسد كل البذور الموجودة. ماذا؟ العفن سوف يفسد كل البذور؟ البذور ستفسد، العفن يملأ البذور، سنخسر هذه السنة كل المحاصيل. لن يحصل هذا، من الأفضل أن أغطي البذور الموجودة في المخزن وإلا سنخسرها كلها.
أصبحنا بأمان الآن، لن يتمكن العفن من التسلل إلى المخازن أبداً. أوه، هذا أفضل. لكن ماذا لو قامت بنشر العفن هنا وهناك؟ ماذا علينا أن نفعل الآن يا أخي لمنعها من ذلك؟ ماذا علينا أن نفعل؟ أوه، نسيت. أعتقد أنه من الأفضل أن أغلق المخزن، هذا أفضل حل. سأفعل ذلك الآن. سنريها. كل شيء على ما يرام الآن، سنتخلص من العفن. افتحوا الباب، هيا افتحوا الباب. ماذا أفعل الآن؟ أوه الفطر، أوه دكتور مايكروسكوب سيأتي إلى هنا. افتحوا الباب لي. السلام عليكم، أنا أحدثكم من المختبر. هل أنت المسؤول هنا؟ كيف حالك؟ كيف تجرؤ على الكلام معي بعد أن أرسلت لنا كل هذا العفن دكتور؟ ماذا تقول؟ هل سيتحول هذا الشيء إلى فطر؟ قل له إننا سنعيدها إليه قريبا. أنا لا أصدق شيئا مما تقول، لقد حجزت قارورة والعفن. تعال وخذ كل شيء، نريد أن نتخلص منها بسرعة. هيا. ماذا تقول؟ سأصل قريبا مع الصحفيين، انتظر قدومنا. يا له من جاهل. ماذا قال؟ سيأتي مع الصحفيين. سيأتي رجال الصحافة؟ أجل، قال ذلك لي، سيأتي معهم. افتحوا الباب، افتحوا الباب لي بسرعة. قارورة صغيرة قوية إلى هذه الدرجة؟ افتحوا لي الباب، الفطور ملأ المكان. لا يمكننا ذلك، لن ندعك تخرجين. ولكن ماذا تفعلين؟ تعالوا، لا نريد أن تخرج. نحن سوف نساعدك. ما هذا؟ هل هناك مباراة رياضية؟ مرحبا وأهلا بكم، ولكن لماذا تعني لقد؟ أتوا لتغطية الاحتفال. أجل، هناك الكثير من الخضار التي زرعناها، صوروها. أجل، لدينا كل أنواع الخضار، الطماطم، الخيار، الملفوف وكل شيء. خضار؟ أتينا لتصوير الفطر. ولكن نحن ليس لدينا أي فطر هنا. حقا؟ انظر، أليس هذا فطرا؟ هذا ليس فطرا، لا. نحن نمزح. ألا يوجد أحد في الداخل؟ هل يمكننا أن ندخل إلى هناك؟ لا ابتعدا عن الطريق، نحن سندخل. أجل، هذا صحيح. يجب أن ندخل لنرى. هذا ليس فطرا بل عفن. ما الذي تقوله؟ ماذا؟ عفن؟ لا يمكنني مساعدتكم، ولا أستطيع قول أي شيء. ماذا؟ أسرعي أيتها الكاميرا والتقطي الصور. لقد سمعت من قارورة أن هذا يمكنه أن ينتج 100 طن. هذا هو الفطر الجيد. أردت إعطائها البناء الزجاجي لكنها رفضت. مؤكد كانت ممتنة. رفضت أيضا المواد الكيميائية والأسمدة. فعلا كم هذا جيد. طلبت مني أكواز الذرة وقش الأرز. ضربت عصفورين بحجر واحد. لكن المخزن مليء بالعفن، مليء بالعفن. ماذا؟ لابد أن هناك خطبا ما. لقد قمت باحتجاز قارورة في الداخل، وانتظرتك حتى تأتي إلى هنا لأريك العفن بنفسي. هيا تعال. حسنا، دعونا نرى العفن الآن. كبيرة. ما كل هذا يا قارورة؟ من أين أتى كل هذا الفطر؟ أجيبيني أرجوك. هل لازلت تشك؟ تحول ما تسميه عفنا إلى فطر. ماذا؟ ماذا؟ تحول إلى فطر؟ هذا صحيح. لا
لم يكن هذا عفنا بل فطريات صغيرة. المزيد ما زال ينمو. ما زال ينمو. أجل. هذا رائع، هناك المزيد. لا أصدق ما أرى. سينمو 4 مرات حتى في هذا المخزن الصغير يمكننا إنتاج الفطر، لا مشكلة لدينا. هل هناك نبات كهذا في العالم؟ الفطر نبات مثالي ولذيذ أيضا، كما أنه لا يحتاج إلى الكثير من العمل. هذا صحيح، ليس هناك الكثير من النبات الذي يشبه الفطر كهذا الفطر الموجود هنا. حقا؟ وأنت تسمينني دكتور العفن، لنذهب الآن إلى حديقات أخرى يا قارورة. أرجوك لا 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 تفعل. أنا آسف، لقد أخطأت بحقك حقا. لم أعرف أن الفطر ينمو بهذا الشكل، لم أكن أعرف أن الفطر ينمو من خلال البذور أيضا. لا مشكلة. أخبروني الآن، هل تريدون زراعة المزيد من الفطر يا أعزائي؟ أجل، أو ماذا؟ أجل أجل، سوف أنادي بأعلى صوتي أن الفطر هو بذرة صالحة للزرع. أجل.